Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن
بشير المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا سيلا وكل ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأمور.
الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, awasan pembacaan ayat suci Al-Quran menetas dikumandangkan ku kersana Al-Ustadz Muhyiddin Abdul Mufti di Balai Endah Cibinong perantos kasangkeun mudah-mudahan aya manfaat sareng barokah kang urang sadayana.